لم يتوقف مسلسل اغتيال الناشطين في العراق منذ اندلاع ثورة تشرين ضد نظام المحاصصة الطائفية الفاسد وتنامي النفوذ الإيراني، وكان لمدينة البصرة نصيبها من تلك الحوادث، آخرها اغتيال الناشط البارز في التظاهرات تحسين الخفاجي. المسؤول الأول هو أكيد مافيات الأحزاب، لأن الأخ هو كان توصل له تهديدات وبس ما يهتم، وشجع زوجته وعائلته يعني أصر على القضية، فرغم التهديدات هو استمر، فأكيد اللي قام بهذا العمل بتصويته هم الأحزاب. تحسين أسامة كان من الناشطين الموجودين داخل ساحة اعتصام البصرة، ومن المعروفين بشجاعته وطيبته، وكان دائما يسأل عن الخيم وما تحتاجه ويوفر لها ما يحتاجون. أي قضية أحمد عبد الصمد؟ لم تكن جريمة اغتيال الخفاجي هي الأولى، فقد سبقه اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي، وقبلهم الناشط ورسام الكاريكاتير حسين عادل وزوجته سارة، وغيرهم الكثير من الناشطين في البصرة وباقي محافظات العراق الذين دفعوا أرواحهم ثمنا للمطالبة باستعادة وطنهم، لكن لم يكشف حتى اللحظة عن مرتكبي أي من هذه الجرائم، بينما يؤكد ناشطون أن ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران تقف وراءها. احنا نطالب بمسيرات وبالاعلام محاسبه او فتح ملفات لمحاسبه قتله المتظاهرين، لكن لم نرى اي فعل جدي من حكومه الكاظمي، والسبب هذا اللي فسح مجال للقتله انه ياخذون مجالهم ويقومون بعمليات الاغتيال وغيره 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 بسبب عدم وجود اي عمل جدي لمحاسبه هؤلاء القتله. والدليل لحد هذه اللحظه لم تكشف خيوط الاغتيالات، بينما الحكومه التي نصبت برئاسة الكاظمي نلاحظها هي حكومة أقوال لا أفعال، وأين ملف الاغتيالات؟ أين التصريحات؟ أين خيوط الجريمة؟ لماذا لا تعلن هذه الجهات؟ رسائل الدم التي تطلقها الأحزاب الفاسدة وميليشياتها تمثل محاولة مستمرة لخنق كل الأصوات المطالبة بالتخلص من النظام الفاشل، بينما تقف حكومة الكاظمي وأجهزتها الأمنية متفرجة إزاء كل ما يحدث، مكتفية بالوعود التي لم يلمس منها المتظاهرون أي تحرك فعلي، ما يثبت أنها جزء من هذا النظام، وأن سياسة الخداع والمماطلة لم تعد تنطلي على الشعب الثائر ضد السلطة الفاسدة وأحزابها.